السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة عملكم جولة جامدة في شاطئ ليدو في العوام، وكمان عملكم الروتين اليومي بتاعنا في المصيف. خليكم معانا وشوفونا هنعمل ايه. انا صحيت الصبح بدري زي ما انتم شايفين كده، ولمينا الغسيل اللي كان على الحبل، والبيت نضيف وصحتهم، ولبسنا عشان خلاص خارجين. وبحضر بقى الشنط اللي احنا الحاجات اللي احنا هنستخدمها على البلاج، الفوط والمايوهات وكده، واللبس اللي هيغيروا فيه. زي ما انتم شايفين اهو، عشان ما ننساش اي حاجه. هما دلوقتي صحيوا وصحصحوا كده ولبسوا، وكمان صلينا، وكمان لو خرجنا قبل الظهر بنصلي الظهر قصر والعصر كمان، وما حدش ينسى الصلاة جماعة. لما يكون حد في المصيف او بيتفسح ما ينساش ربنا. الحمد لله احنا صلينا، وقبل ما ننزل كنا بنصلي وبنقول الاذكار كمان كده، عشان ربنا يكرمنا وربنا يسترها معانا. دلوقتي احنا خلاص ظبطنا الدنيا زي ما انتم شايفين كده، والتوتة بتقفل البلكونة عشان خلاص خارجين. واهم حاجة بقى عملت لهم الشاي، عملت فرم الشاي، وجنة وتوتة دخلوا عملوا نسكافيه زي ما قلت لكم بقى. وحضرنا بقى الحاجات اللي ناخدها معانا على البحر، بناخد معانا اكل وسندوتشات وحاجات كده. كده قابلت الشقة، وهنا مستنيين الاسانسير ونزلنا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، احنا نزلنا ورايحين على شاطئ الليدو اللي هو في شارع العوام. واحنا نازلين كده بقى لازم كل يوم نحوض على المحل هناك ده عشان ننفخ العوامات ونظبطها كده، ولو عايزين نشتري اي حاجه. وكمان بنروح السوبر ماركت بنشتري منه شيبسيات وبسكوت وحاجه ساقعه وكده، يعني بناخد كل حاجتنا معانا على البحر، عشان لو عايزوا حاجه او كده. وانتوا عارفين الميه بتجوع، لازم تاخدوا معاكم سندوتشات. وكمان احنا كنا بنقعد من اول النهار لحد الساعه 6 في قلب الميه، فكانوا بيجوعوا كده، فلازم ناخد معانا كل حاجتنا. زي ما قلت لكم المحل ده لازم نفوت عليه كل يوم كده عشان ننفخ الحاجات بتاعتهم، العوامات وكده اللي هينزلوا بها البحر. واتصلنا بقى على العربيه، والعربيه زمانها جايه. وهنا كنا اشترينا برضو فطار من المطعم كده قصاد العماره بتاعتنا، ومستنيين العربيه. احنا اول ما رحنا اتعرفنا على العربيه كده سوزوكي اللي هي التمنيه دي، وخدنا رقمه. فهو كل ما نيجي رايحين اي مكان بصراحه كان بيجي لنا. لا يا شريف، الشنطة ها ركبتو؟ في حد يركب هنا؟ جن شقة احمد، مخبي نفسك ومخبي شكلك. شو بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي يا جماعة احنا رايحين على شاطئ الليدو. احنا هنا في منطقة الإذاعة والتلفزيون، وده شاطئ قصادنا كده. المنطقة دي بيسموها شاطئ رومل. ودلوقتي هقول لكم الفرق بقى بين الشواطئ شاطئ رومل وشاطئ الليدو، تجربتنا مع شاطئ الليدو، وهقول لكم كمان الأسعار موجودة هناك. بصوا دوت احنا لسه اهو زي ما قلت لكم عند رومل في منطقة الإذاعة والتلفزيون ورومل والأماكن دي. شوفوا الفرق بينها بقى وبين شاطئ الإذاعة والتلفزيون. بصوا هتلاقوا الفرق جاي دلوقتي. هنا المكان تحسوا ان هو مغلق، وقصاده كمان شواطئ تانية. فشارع العوام بقى مختلف، انا عاملة جولة جامدة فيه، اللي ما شافهاش يروح يشوف. هنا بقى شوفوا البحر مفتوح ازاي، يعني ما تشوفوش الناحية التانية. فهو ده شارع العوام، وفي شواطئ الليدو. شاطئ الليدو ده كبير جدا، وانتوا بتختاروا بقى، هو متقسم اماكن. فبصراحة ربنا هو احلى حاجة فيه، هقول لكم مميزاته وعيوبه. احلى حاجه فيه انه قدامه كافيهات ومطاعم واماكن، مكان حي، يعني في كل حاجه، في كل اللي انتوا عايزينه في الشارع بره. لكن كشاطئ وكميه، الميه ما عجبتنيش خالص. انا هوريكم دلوقتي انا يعني ايه، هوريكم على الطبيعه من غير ما منتج الفيديو. ان احنا نزلنا واول مكان دخلناه ما عجبناش، وطلعنا رحنا مكان تاني. فانا عايزه اوريكم كده على الطبيعه.
بص يا جماعه، هي مشكله الميه ان فيها حاجات كده عامله زي الاعشاب، عشب كده او حاجه، ورق صغنن او كده، اللي هو الورق اللي بيسقط من الشجر ده، بس صغير قوي مالي الشط يعني كتير جدا بصراحه ربنا. والله العظيم انا ما رضيتش في اليوم ده انزل الميه خالص، وكمان ما كملناش كده ساعتين ثلاثه كده في قلب الميه ومشينا بدري، وقلنا نعوضها بقى في، وبالليل بقى خرجنا رحنا شارع اسكندريه وكده، واتمشينا على الكورنيش لان احنا ما قعدناش في المية كتير، المية ما عجبتنيش خالص خالص يعني. وكمان كان ايه، قلنا مش هينفع بقى نروح اي شاطئ تاني، فبعد ما كنا دفعنا حق الكراسي والشمسيات، تمن بقى الكراسي والشمسيات هناك هو دخول الشاطئ مجانا، فانتوا بتدفعوا 100 جنيه بيدوكوا 4 كراسي وشمسية وترابيزة، وكنا واخدين كمان صف اول زي ما انتوا شايفين. هتشوفوا دلوقتي احنا دخلنا الشاطئ ده ما عجبناش، فروحنا شاطئ تاني غيره، فزي ما شفته كده لقينا برضو نفس المية، فقلنا كده كده العربية كانت مشيت، فقلنا ندخله بقى وخلاص، اللي هو الشاطئ التاني. احنا ندخل الشاطئ دلوقتي يا جماعة، وهوريكم كل حاجة بدون مونتاج، وهوريكم كمان المية، خدوا بالكم من المية وشوفوها هي عاملة ازاي. هو كموقع الاستراتيجي يعني موقع جامد، شوفوا الشارع عامل ازاي، وهو على الكورنيش، يعني في مثل بيقول لك من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. احنا شفناه واحنا رايحين شاطئ الغرام، فقلنا هنبقى نجيه لانه بصراحة شكله جذاب. خرجنا من الشاطئ التاني فهجينا الشاطئ ده، لان التاني ما عجبناش بصراحة، فهجينا الشاطئ ده. هنركبه كمان شوية، نركبه ان شاء الله. انا مش هغرق نفسي عشان اركبه، مش عايز اغرق نفسي دلوقتي اصلا، بس الجو حار. يلا لا عشان هتعمل وشي كده مش كويس. بدأ يبقى في زحمة. طب ثواني ماشي هاجي اغيرك، اسكت بقى. انا مش عارفه هما فين اصلا. انا هقول لكم مميزات وعيوب الشاطئ بكل صراحه، يعني هو شاطئ الليدو احلى حاجه فيه اللي هو موقع الاستراتيجي، لانه قدامكم كل الكافيهات وكل الحاجات اللي انتوا عايزين تشتروها، والشارع اللي هو شارع العوام ده جامد، وانا عامله جوله فيه، فاللي عايز يشوفها يروح يشوفها تمام. وفي الالعاب المائيه يعني في البدال وفي
الباراشوت واسمه ايه البتاع التاني دوت، الالعاب المائيه كلها بقى اللي في قلب البحر. حتى شفنا وفي الموزه، وشفنا العربيه اللي هي بتعوم في قلب الميه دي، شفناها بس ما لحقتش اصورها. وفي البيتش باك اللي في قلب الميه برضو، في العاب مائيه كتيره جدا، والقعده فيه روعه، القعده حلوه قوي. هو دوت كل مميزاته يعني، هو حلو وحلو يعني، كل حاجة فيه جميلة بصراحة، والناس اللي فيه محترمة وكل حاجة تمام. عيبه بقى ان المية وحشة زي ما انا قلتلكو، ومش هتستمتعوا بالمية خالص. كمية المية وحشة خالص. هو الشارع حلو، بس الشارع من بره اللي هو شارع العوام ده جامد، لكن شاطئ مش عاجبني خالص. احمد زهق وطلع، شوفوا بقى هحكيلكو بعدين. شوفوا لقينا اليخت ده، فحبيت اصوره لكم يعني، فصورته لكم كده. رحلات اليخت هعمل لكم حلقه كامله عنها. احنا حجزنا بس بصراحه ما ركبتش، انا اللي ما رضيتش، وهقول لكم ليه برضو. هعمل لكم حلقه عن اليخت، انا مصوراه ومصوره حاجات كتيره كده عن اليخت، بس هقول لكم السبب اللي مخلينيش اركب اليخت، بس مش في الحلقه دي، في حلقه جايه ان شاء الله. احمد بقى زهق من الميه، لان كل حاجات تلزق، حاجات كتيره كده كل شويه بتلزق على جسمه وبيطلع. زمان شفته من شويه كده كان بيزن وعمال يعيط، لان عايز ياخد كمان دش ومش عارفه ايه، فزهق من الميه. شوفوا الميه عامله ازاي، شوفوا شكل الميه اهو. لازم تدخلوا كام متر جوه كده كتير عبال ما الميه. بصوا عامله ازاي، انا نفسي اعرف ايه الحاجات اللي فيه. فاللي من مطروح او اي حد عارف معلومات عن الشاطئ، يعني الميه عامله كده ليش، معنى الميه هنا بالزيت في شاطئ الليلو اللي عامله كده، فيكتب لي في الكومنت. انا والله بجد نفسي اعرف الميه عامله كده ليش، معنى الميه بالزيت. في شواطئ كده شعبيه ميتها جميله، ميتها حلوه، اللي هو قدامنا ده من عند الاذاعه والتلفزيون اللي احنا رحنا اول يوم. شاطئ يعني عادي، ميته جميله حلوه قوي. فمش عارفه شاطئ ده ممكن تقدمنا هتركم من قدام زي ما قلتلكوا. احسن شاطئ ده دي الموزه يعني، فصورتها على فكره. الناس كانت هتقول اللي انا قلتلكوا ده كانوا يغرقوا من الموزه دي، كانوا قد جنبنا فعلى شاطئ الليلو ده، وكانوا يغرقوا فعلا، وانا شفتهم كانوا يغرقوا. وده بقى بعد ما خرجنا، احنا ما كملناش كتير، احنا اصلا كل يوم بنخرج من الميه الساعه 6 علشان نلحق بقى صلاه المغرب، وبعد كده بالليل بنبدا ان احنا نخرج. شفنا احنا لقينا ناس غرقوا، كانوا كتير غرقوا بالموزه. بس كانوا لابسين اللايف جاكيت، كانوا في ناس جنبنا فركبوا الموزة. اصلا اللايف جاكيت مش بيعمل حاجة، كانوا لابسين برغم انهم لابسين لايف جاكيت، فوقعوا كلهم بالموزة، فطبعا ما بيبقاش على الشط، بيبقى جوه شوية، ففعلا كانوا هيغرقوا وربنا ستره. وده بعد ما جينا من على الشط واقفين مستنيين الطابور عشان ندخل الحمام عشان يشطفوا. الجو دلوقتي بقينا المغربية اهو، الساعة دلوقتي 7:30 بالظبط. شايفين البحر عامل ازاي؟ هوريكم البحر من البلكونة. البحر اهو، وهنخرج بقى ان شاء الله بالليل. خليكم معانا نشوف هنروح فين. طبعا يا جماعه بنبقى جايين جعانين، فبنطلب اكل، فبيجي لنا الاكل هناك. الاكل اسعاره حلوه، مش غاليه يعني، سعره زي اي مكان عادي، مش اللي هو مقفر قوي. فخليكم معانا بقى، هنقدم لكم الحلقه الجايه ان شاء الله الروتين المسائي. واحنا دلوقتي خارجين يعني، بعد ما ناكل بنلبس وبنخرج، بنصلي العشاء وبنلبس وبنخرج. فخليكم معايا، بشكر جدا كل الناس اللي متابعيني. الناس اللي مش متابعاني بقى حط اعملوا لي اشتراك واعملوا لي لايك عشان نوصل للألف ان شاء الله. ودلوقتي احنا هنلبس زي ما قلت لكم وخارجين، خليكم معانا ونشوف هنروح على فين. مع السلامه.